حياكم الله ببرنامجكم الأسبوعي من حولك وحلقة اليوم راح تكون عن حدث مهم بالنسبة لنا وإلكم بالتأكيد غزة والقضية الفلسطينية ودور محور المقاومة بمساندة أهلنا وشعبنا بفلسطين والبداية دائما بالعناوين بعد 34 يوم على طوفان الأقصى الصمود الأسطوري للفلسطينيين يرفع مستوى الثقة بمحور المقاومة. وعلى الخريطة العسكرية معارك طاحنة ومحاولات صهيونية فاشلة للدخول إلى غزة. المعجزة بغزة من تطلع الشمس وبعدك عايش، بس بنفس الوقت تبقى مصدوم من كل أسماء الشهداء اللي تمر قدامك بينهم أهل، أصدقاء، أقارب. أكثر من 34 يوم. وأكثر من 10400 شهيد، أكثرهم أطفال، نساء، كبار سن. والمجازر بعدها مستمرة، والكيان الصهيوني بعده يقصف، وآلة القتل والدمار بعدها تشتغل. تخيلوا بين ال 10300 أكثر من 4700 طفل. وأكثر من 2700 إمرأة. من أخواتنا وأمهاتنا كل هاي الأرقام والتفاصيل خلت العالم يعرف شنو الكيان الصهيوني وشنو القوة اللي تدعمه وشنو منو المؤيدين إله والستراتيجيته استراتيجيته بقصف المدارس المستشفيات سيارات الإسعاف المساجد لا وحتى الكنائس بس رغم كل هذا ما نجح الكيان لا باستراتيجية الإبادة الجماعية وتهجير أهل غزة من قاعهم وهم أهلها الأصليين ولا بصناعة رأي مضاد للمقاومة أو إضعافها وبالعكس أهل غزة والمقاومة بعدهم يسولفون بزود ولسان حالهم يقول نحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا ونرقص بين شهيدين ونرفع مئذنة للبنفسج أو نخيلة ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا ونرقص بين شهدين نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا موقف العراق تجاه القضية الفلسطينية واضح وهذا عبرت عنه المرجعية الدينية الحكومة القوة السياسية والشعبية واليوم أي مواطن عراقي إذا توقفه بالشارع وتقول له يا شنو رأيك بالقضية الفلسطينية واللي يصير يقول لك الله ويدك اعطيني فتوى أعطيني قرار حكومي سياسي أردروا قاتل في فلسطين اليوم قبل باكر خلينا نشوف فيان جادري ايش حضرت لنا الفقره دائما يؤكد العراق حكومه وشعب موقفه ثابت تجاه القضيه الفلسطينيه وتطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعه قيام الدوله الفلسطينيه وعاصمتها القدس الشريف فالعراق كان وبعد رافض للتطبيع ولاي تعامل اقتصادي وسياسي ويا الكيان الصهيوني فالبرلمان صوت السنه اللي فاتت يوم 22 5 باغلبيه ساحقه على قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل القانون ينص على تجريم التطبيع ويا الكيان الصهيوني ومنع اقامه اي علاقه وياه باي شكل من الاشكال ونصوص قانون تتنفذ بمؤسسات الدولة العراقية داخل العراق وخارجه وأكد العراق موقفة الثابت ويا عملية طوفان الأقصى في المرجع الديني السيد السستاني دعا خلال بيان العالم كله حتى يوقفون بوجه هذا التوحش الفظيع من اعتمادي قوات الاحتلال بتنفيذ مخططاتها وأذية الشعب الفلسطيني المظلوم أما كلمة السوداني بقمة القاهرة كانت كلمة للتاريخ وأثبتت أصالة العراق وأنصفت أهالي غزة ورفض بشدة يفرغون غزة من أهلها ويعيدون التوطين كلمة السوداني لا مجال للتوطين وبإطار التضامن والمؤازرة دعا السيد مقتدى الصدر العراقيين يطلعون التظاهرة مساندة للشعب الفلسطيني ولبى الشعب النداء وطلع بمظاهرات غطت شوارع العاصمة بغداد والمحافظات كان طوفان بشري مليوني على مد النظر والإطار التنسيقي هم دعا أبناء الشعب العراقي يطلعون بتظاهرات كبيرة تندد بالمجزرة صارت بحق الأبرياء بمستشفى المعمداني وبنفس الوقت يواصل شبابنا الغيارة اعتصاماتهم المفتوحة يم منفذ ريبيل على الحدود العراقية الأردنية حتى ينصرون أخوانهم بغزة والمقاومة الفلسطينية قالوا ما راح نفضل اعتصام الا ينفك الحصار على الاهالي، وطالبوا بفتح الحدود حتى يوقفون وياهم بالمعركه سلاح والدم، هذا جزء بسيط من مواقف العراق السياسيه والشعبيه والوطنيه تجاه اهلنا واخواننا فلسطين، هذا الشعب الكريم اللي يعاني من اكثر من سبع عقود حتى يحصل حقوقه المشروعه ويزيل الاحتلال عن اراضي المختصه. مواقف أكيد مشرفة للعراق والمقاومة العراقية اتجاه الكيان الصهيوني ومثل ما وضحت لنا أفيان من عام 1973 إلى اليوم مستمرين بمواجهة هذا الكيان الغاصب والمعتدي على فلسطين والشعب الفلسطيني نناقش تفاصيل الوضع حاليا وطوفان الاقصى مع الست تبارك راضي رحب بي الست تبارك اهلا وسهلا مساء الخير يا مرحبا. عليك وعلى مشاهديك الكرام اهلا وسهلا بيك شلون تتابعين الوضع خلينا ناخذ وجهه نظر شخصيه شلون تتابعين الوضع الفلسطيني واحنا مثل ما نشوف يوميا بمواقع التواصل عشرات ومئات المقاطع خصوصا بالجانب الانساني، شلون تتفاعلين وياها؟ يعني ربما على الجميع هو الوضع الانساني مؤلم، لكن من جانب الاخر اذا ما نظرنا للموضوع كل ما ازدادت آله القتل الوحشيه، معناها هناك عجز عن انهاء الحرب لصالح اسرائيل، مثل ما تعرف يعني يوميا الكيان الاسرائيلي يعلن انه هو سينطلق بالعمليه البريه ما يقدر يعبر غلاف غزه ويتراجع 13 يوم تقريبا هو بنفس المنطقه صحيح فكلما يعني حصل عجز بالاجتياح البري راح تزداد حاله يعني رده الفعل الاسرائيليه وحشيه اضف لذلك يعني عمليه القول بانه الانفاق اللي اللي اقامها حماسيه تحت المستشفيات هذه تعرف انه موضوع مفتاح خصوصا انه الاسرائيليين لحد الان عاجزين انه يحددون الانفاق ايش قد ايش قد وين موجوده لانه بالعاده حتى الاقمار الصناعيه تقدر تحدد مواقع الانفاق على مثلا 30 متر تحت سطح الارض لكن اكثر من 30 ما تقدر تحددها ومن الواضح هم حاليا مكتفين او توجههم وسياستهم القصف الجوي هذا هذا له اسبابه اي اجتياح بري، اولا يعني الى الان الامريكيين على اعتبار انهم اقوى عسكريا يحذرون الكيان الاسرائيلي من مغبه الدخول بريا لقطاع غزه. آه يعني حرب الجيوش النظاميه ما تستطيع ان تخوض حرب داخل المدن لانه راح تخوض حرب الشوارع وهذه تتفوق بها جهات مم. المقاومه، واحنا عندنا يعني ذاكره يمكن هذا الكلام انه بعد الـ 2003 رغم فرق التسليح بين جهات المقاومه العراقيه والأميركان <applause> تمكنت جهات المقاومه او فصائل المقاومه العراقيه من انه تدفع الامريكيين والسيد حسن نصر الله يذكر باحدى لقاءاته بانه بال2009 الامريكان بعثوا للايرانيين رساله ما فاتها امهلونا وقت قليل حتى نحتفظ بما وجهنا ونطلع من العراق هذا أمام ضربات المقاومه آه يعني يش... زين طرح مهم حاليا الوضع يعني موقف المقاومه المقاومه الفلسطينيه قوي اتجاه الكيان وهذا واضح من خلال ايام المعركه تجاوزنا 34 يوم ويا اليوم وبعدها المقاومه الفلسطينيه قادره يعني تجاري هذا العدو تنتصر عليه وتقصف المستوطنات المقاومه في باقي البلدان اجى دورها صار لازم تشارك بهذه المعركه يعني اكو مشاركات من حزب الله من اليمن ممكن تدخل اكثر بهذه الحرب الايام الجايه أه يعني بالنسبه حتى للمقاومه المقاومة العراقيه أه دخلت أه الخط. داخل المقاومه العراقيه على الخط وحتى المقاومه يعني بلبنان من اليوم الاول ذكر سيد حسن أنه هم داخلين من يوم 8 اكتوبر أه توسيع هذه العمليات الى حرب شامله متوقف على تطورات الاوضاع بغزه، اذا ما صار الاجتياح البري وصار تهديد لحماس كمقاومه انهائها، هنا يعني تاكيدا انه فصائل المقاومه وحزب الله راح يتدخل بصوره مباشره، ليش؟ لانه شنو اللي يخلي هذه المجاميع او الفصائل موجوده؟ على مود المقاومة اليوم من أن نكون أمام عملية إبادة لعنصر مهم من عناصر المقاومة اللي متمثل بحماس هذا أكيد راح يحرك ربما يحرك حتى إيران للتدخل <تصفيق> المباشر <تصفيق> هذا ما يحذر من من عند الأمريكان الإسرائيليين <تصفيق> لأنه <تصفيق> الإسرائيليين ما يقدرون يفتحون جبهة ثانية <applause> اللي هي جبهة الشمال بمقابل يعني جبهة غزة مفتوحة أضف لذلك أنه حزب الله هذا معناه أنه راح يستمر القصف بنفس الدائرة راح يستمر القصف فقط على غزه غزه بقصف جوي راح تستمر هذه السياسه اذا ما يعني لم يتهور الاسرائيليين راح يستمروا بهذه الطريقه لانه اي تصعيد راح يواجه تصعيد من جانب حزب الله وحزب الله منظومته بها 150 الف صاروخ مم. باليستي مم. يصل للمدن يدمر البنى التحتيه مم. في عمق تل ابيب مم. هذا الإسرائيليين غير قادرين على مواجهته خصوصاً يعني إحنا شفنا بالفيديو الأخير مه. اللي نشره اه يعني المقاومة الفلسطينية للنساء الثلاثة اه لدى حماس اه يعني كان عنصر ضغط زي. كبير مه. في حال إحنا ليش الإسرائيليين ما يقدرون يتراجعون بهذه مه. الفترة أنت تعرف نتنياهو إذا ما تراجع وفشلت هو يحاول أنه يستخدم آلة قمع وحشية يقول للإسرائيليين يا بتر احنا قادرين لأنه أنت تعرف فشل استخباري سنين طويلة هو يقول قادرين بس الواقع يقول غير شيء الواقع يقول هاي غيرها، لهذا اذا تسمح لي اكمل الفكره، يعم. لهذا اليوم الاسرائيليين محرجين امام شعبهم، الشعب الاسرائيلي صار لسنين يدفع فلوس ضرائب مبالغ بها على مود نسوي سياج، نسوي منظومه دفاع، وبالتالي منظوم ضعيف بسهوله سياسية بسهوله سياسية فشل استخباري حتى الامن السبراني والاستخباري فعلا صحيح بالكيان اليوم صار ورقه ضعيفه وما موجود اساسا، النقطه مهمه يعني اذا نشوف هذه المعركه من زاويه ثانيه وهذا الحرب من زاوية ثانية هي الحرب اليوم بس عسكرية بها جانب اقتصادي هذه المعركة مدى أحكي كخسارة اقتصادية خلال الحرب أه. كمسببات ووضع عام للكيان الصهيوني؟ أه. يعني الواضح للناس انه هي حرب بين اسرائيل او الكيان الصهيوني والمقاومه الفلسطينيه بالتاكيد يعني اكو هوايه اسباب دفعت لكن هناك صراع محاور دولي واقليمي الاتحاد الاوروبي او دول الاتحاد الاوروبي تدفع باتجاه التصعيد ما تبقى من غزة لدى الفلسطينيين هو منطقة غنية بالغاز والطاقة يعني هذه المنطقة خلي نحكي بصورة بسيطة اتجاه البحر نعم هذه المنطقة تكون تحت إسرائيل اللي هي حليف لأوروبا أحسن لو طل تحت سيطرة الفلسطينيين بالتأكيد تحت سيطرة الإسرائيلي ولهذا يعني ضغوط الحرب الاوكرانيه الروسيه والعقوبات المفروضه على الغاز الروسي خلت اوروبا بحاجه الى الغاز اللي هو متعوض قطر جزء من هذا الجانب لكن فيما لو وضعت اسرائيل يدها على هذه المنطقه بالتاكيد راح تسهل وصول الغاز لاوروبا وهذه الغاز, الغاز حاليا سيطر عليها حماس والمقاومه الفلسطينيه فعلا من جانب اخر يعني انت تعرف مشروع الحزام والطريق صار سنين تنظر للصين يمكن اكثر من عشر سنوات والولايات المتحده تخطط لهذا الموضوع بال بكتاب أحجار على رقعة الشطرنج، برجينسكي يذكر إنه إحنا بالمستقبل الحروب القادمة هي حروب على ممرات الطاقة. <applause> الولايات المتحدة آخر ما توصلت إلى اللي هو مشروع الممر الاقتصادي <applause> اللي يصل إلى قناة بنغوريون اللي موجودة <applause> بحيفا. هذا راح يلغي <applause> قناة السويس بشكل يعني تام لأنه <applause> أنت تعرف قناة السويس قناة ضيقة. المرور ويعني ذهابا وايابا ما تقدر القناه انه تستحمله فيما لو صارت قناه بنغوريون راح هذه العمليه تكون اسهل لانه القناه اوسع الكيان الصهيوني واذا لاحظنا يعني بالفتره م. الاخيره حتى قبل 7 اكتوبر كانت مصر يعني في صراع كبير على موت هذا الموضوع لانه راح ي... يعني هي شنو اللي تمتلكه غير قناه السويس وبالتالي يتم يعني ضرب القناه اضف لذلك اليوم يعني مشروع الطاقه تعرف شركة شركة غاز شرق المتوسط هي مم. موجودة مقرها بمصر لو نجحت إسرائيل بالسيطرة على غزة وعلى هذه الطاقة ربما سينتقل مقر هذه بالتالي الحرب لها مسببات اقتصادية ومو فقط عسكرية مثل ما ذكرت نعم. الواضح لي للناس وللجمهور العام ولكل المتابع لهذا الوضع لذلك دعا رئيس المجلس العالي الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي لمبادرة النفط مقابل حماية غزة هذه المبادرة بكل بساطة وجه الدعوة للدول العربية والإسلامية وقفوا تصدير النفط والغاز وغيرها من موارد الطاقة مقابل حماية غزة ووقف الإبادة الجماعية وأنه يسمحون لي معبر رفح انه تمر من خلال المساعدات الانسانيه تفاصيل هذه المبادره راح نتابعها ويا فاطمه طالب أكثر من شهر يمر على عملية طوفان الأقصى وكل المؤشرات تبين أن الاقتصاد الصهيوني يعيش أسوأ انهياراته ورح يوصل لمرحلة صعب يتشافى منها وبأحسن الأحوال يحتاج لسنوات حتى يتخطى هاي الخسارة وقبل ملحمة طوفان الأقصى كان يعاني الاقتصاد الاسرائيلي من فجوات كبيره لان اكثر الدول العربيه والاسلاميه ترفض التعامل معهم اقتصاديا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي دعا دول الخليج والعالم العربي يحلون ملف تصدير النفط مقابل حمايه سكان غزه وفتح المعابر لقوافل الاغاثه الانسانيه بشكل عاجل مبادره النفط مقابل غزه اقتحمت السوشيال ميديا وحققت ارقام قياسيه، وتعدت اكثر من 45 الف تغريده بمنصه اكس، ونفس المبادره دعا الها السيد الخامنائي وقال على الحكومات الاسلاميه ان تصر على ضروره وقف قصف غزه واغلاق طرق تصدير النفط والسلع للكيان الصهيوني. طبعا اسرائيل تستورد 220 الف برميل نفط يوميا، 60% من النفط يجي من كازاخستان واذربيجان، واللي يعيش بها الاغلبيه المسلمه، والبقيه يجي من غرب افريقيا ومن والبرازيل واذا صار منع التصدير من كازاخستان واذربيجان راح يصير صعب على اسرائيل تستورد من بقيه الدول لان هي مصدرها الاساسي ميناء عسقلان واللي هو قريب من غزه واصلا انسد الحرب والميناء الثاني البديل هو حيفا وقريب على البحر المتوسط وهم صعب يوصل لهم النفط واخر ميناء يعتمدون عليه هو ايلات وهذا من 2020 اصلا واقف الاستيراد به وبهيك حاله اذا قطعت الدول تصدير النفط راح يتهدم اقتصاد الكيان الصهيوني ويخسر المعركه اقتصاديا بشكل مبادرة اكيد مهمة ومعلومات اقتصادية هامة، برأيك ست تبارك هذه المبادرة ممكن أن تطبق على ارض الواقع؟ ممكن تستجيب الحكومات العربية لمثل هذه المبادرات وتوقف مصادر الطاقة؟ يعني ربما يعني لاحظنا او استمعنا لتصريح أعمل. وزير الاستثمار السعودي قال ان ورقه النفط كسلاح اقتصادي مهم. حاليا غير مطروح على بزي. الطاوله مهم. تعرف السعودية واحد من أكبر منتجي مصدرية. النفط ومصدري للولايات م. المتحدة هي تحتل المرتبة الثالثة بعد كندا والمكسيك غياب عضو مهم عن مقاطعة اقتصادية مثل السعودية بالتأكيد ما راح يخلي المبادرة تأتي بثمار جيدة وتأثر على الاقتصاد العالمي م. أو على أسعار النفط لأنه فيما لو مثلا اتخذ العراق قرار منفرد بهذه الخطوة الإمارات والسعودية راح مم. تزيد المعروض بالسوق وبالتالي تفشل الخطوه الاقتصاديه راح العراق هو اللي يعاني لانه احنا امام اي خطوه لازم نقيس التكاليف والمكاسب مم. مم. احنا نعتمد بنسبه 96% على النفط كمورد احنا أنا مشكلتنا بمواقف الحكومات لو فعلا. مشكلتنا باهميه المبادره وشنو ممكن تاثيرها على الكيان الصهيوني المبادره مم. فيما لو كانت عمل جماعي من جانب زي. الدول العربيه والاسلاميه موقف موحد موقف موحد بالتاكيد راح ياثر خصوصا انه البنك الدولي يحذر من ثلاثه سيناريوهات اشدها انه وصول اسعار النفط لي 157 دولار للبرميل مزيد. هذا في حال حدوث مقاطعه مزيد. ربما يعني الموقف السعودي سيتغير في لما فيما لو استمر التمادي الاسرائيلي مزيد. رغم ذلك السعوديين ياكدون انه حتى ملف التطبيع لازال مطروح مزيد. على الطاوله السعوديين والاماراتيين بامكانهم حتى اعاقه خطوه مثلا من جانب ايران لمثلا غلق مضيق هرمز انت تعرف مضيق هرمز يمر ب 20% من اجمالي الامدادات العالميه المنقوله يعني عبر البحار حتى لو اتخذت مثلا ايران مثل هكذا خطوه وهي خطوه مهمه راح تاثر على الاقتصاد العالمي ككل بامكان الامارات والسعوديه انه يحطون يعني هذه الخطوه ليش؟ احنا لانه مشكلتنا مشكلتنا دول خ... يعني يكون موقف واحد اتجاه هذه القضيه واتجاه هذه فعلا. المبادره حتى ممكن تاثر على امريكا والكيان الصهيوني انا اشكرك بارك تبارك راضي الواحد السياسي على كل هذه الايضاحات حكينا سياسه اقتصاد تعبناك اليوم يعني. لا بالعكس شكرا شكرا وسهلا أه سامعين قبل باسطوره الضفدع والمي الفاير اسطوره قديمه وقصه راح تعرفنا اكثر عليها غفران سامعين قبل باسطوره الضفدع بالمي الفاير اذا ما سامعيها راح احكيها لكم اذا خليتوا ضفدع بمي بدرجه الغليان فراح يطلع من المي بسرعه بينما يبقى بداخله اذا انحط بمي بارد يفور على كيف راح تقولون شنو المغزى من القصه المغزى انه احد الخبراء الاسرائيليين يعتقد انه اسرائيل هي الضفدع اللي ما يعرف شو وقت راح تصير درجه الغليان واللي ما يعرف خطوره محور المقاومه واسلحتها وقدراتها عليه شلون راح تكون المقاومه الاسلاميه بالعراق وفلسطين لبنان واليمن وإيران اتطورت ومستمرة بالتطوير بأسلحتها العسكرية واللي تقدر تقصف عمق إسرائيل الداخلي صواريخ غواصات طائرات مسيرة وراجمات الصواريخ والزوارق البحرية كلها أسلحة تمتلكها المقاومة تعالوا نستعرض جزء منها ونبدي من المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية عندها طائرة استطلاع مسيرة متطورة من طراز الزواري وطائرات شهاب وصواريخ عياش والقاسم وبدر أما المقاومة الإسلامية بالعراق فعدها عجلات مقاتلة الدروع وراجمات صواريخ الفقار والأشتر والنمر والبتار وبرج عاشوراء ودبابات تي تسعين أما اليمن فعدها صواريخ بالستية ومجنحة وهي بدر اثنين وثلاثة وحاطب والقدس وفلق ومعراج وأيضا البحر الأحمر وصقر بالإضافة إلى أرغام وصواريخ بحرية وسلاح الجو المسير أما إيران فتمتلك أكبر ترسانة من الصواريخ البالستية بالشرق الأوسط زلزال وقاصد وعماد وشهاب وفاتح وسجيل وأنواع هواية تضمنها قائمة الصواريخ اللي ترعب أعداء إيران الأسلحة الإيرانية بس وانما غواصات عدها ايضا غواصة غدير وفاتح وبعثل اما جويا بعدها مقاتلة صاعقة وكوثر بالاضافة للزوارق الحربية والطائرات المسيرة أما المقاومة اللبنانية بعدها ترسانة تتضمن صواريخ دقيقة وطائرات مسيرة وصواريخ مضاده للدبابات وللطائرات للسفن. كل اللي استعرضناه هو جزء من اسلحه المقاومه الاسلاميه، واي حرب كبرى راح تشمل الكل الحدود وراح يتم تدمير الكيان الصهيوني بالكامل، فقوه المقاومه وسلاحها ما يستهان بها ابدا. اخر التطورات الميدانيه والتحليل العسكري لمعركه طوفان الاقصى نتابعها مع ضيفنا الاستاذ بهاء الخزعلي حياك بها. الله استاذ بهاء الله يحييك طبعا هذه الخريطه العامه لدوله فلسطين المعارك حاليا تتركز في قطاع غزه وهذه هي خريطه القطاع اذا توضح لنا اكثر بالنسبه للعمليات العسكريه حاليا بهذا القطاع طبعا الكيان الصهيوني دخل بقوات العسكريه على طريق ثلاث محاور المحور الاول اللي هو بيت حانون المحور الثاني اللي هو المنطقة الشرق الشمال اللي هي مسافة ما يقارب أربعة كيلومتر هي مناطق زراعية توغل بها وصل لمسافة في اليوم الأول وصل مسافة ستة كيلومتر لكن تم استهدافه من قبل القوات المقاومة في حركه حماس تم اعادته من جديد الى مسافه أربعة كيلو هذا هذا تدخل بري مباشر بهذه المناطق؟ هذا تدخل بري مباشر لكن هي مناطق زراعيه خاليه من السكان مم. يعني منطقه يعني مناطق خالية. مفتوحه منطقه مفتوحه مم. أه المناطق المفتوحه بالعمل العسكري من الممكن ان تكون هناك تغطيه جويه أه للقطعات وايضا تكون عدد الانفاق بها قليله باعتبارها انه منطقه مكشوفه في عمليه يعني عمليه استهداف الاليات قد تكون هناك طائرات مسيره للمراقبه او هناك طائرات حمايه عسكريه تحمي القوات البريه اثناء دخولها تحمي القوات البريه اثناء دخولها هنا بيت حانون مسافه 2 كيلومتر ايضا من منطقه خاليه لكن منذ اليوم الاول بالعمل العسكري واحنا صار اليوم 13 يوم للاجتياح البري منذ الاجتياح البري الى شو الاجتياح البري تجاوزنا اكثر من 33, 33 30 يوم 33 يوم للعمليه للعمليه طوفان كاملة. الكامله اه الاجتياح البري الى الان في بيت حانون هم باقين بنفس المكان اه اه يعني داخل ما يعني داخل ما داخلين داخل ماكو تقدم لقوات الكيان الـ الـ الاشكاليه اللي لاحظناها عسكريا هو الدخول لربط اه يعني شارع صلاح الدين بشارع الرشيد هذا هذه المنطقة هي منطقة تفصل آه خاصرة رخوة هذه أه. ليفصل فهي. القطاع غزة القطاع الشمالي عن الجنوبي <applause> آه هو لماذا يعني قوات الكيان الصهيوني تذهب <applause> هذا؟ هو طبعا هذا مو انجاز ليش؟ لان <applause> يعني حي الزيتون حي فارغ <applause> وايضا التفاح فارغ فهو <applause> تقدم تعرض لمقاومة في اليوم الثالث لكن انسحب وبعدين رجع كمل ربط مع الرشيد <applause> الاشكالية اللي تصير عنده هنا عندك انت في هذا الموقع هو مخيم الشارع يعني حاليا ما اريد اعبر هذه النقطه نقطه مهمه حاليا هذه المنطقتين مفصوله حاليا مفصوله لكن لازم نلاحظ فقره هو فصل ما فوق الارض أوه. ولم يفصل ما تحت الارض. اكو هنا انفاق مم. تربط؟ من الممكن مم. من منطقه قطاع غزه اصلا اللي خطط لها خطط طبعا من عمل عسكري من عده جيد. سنين. جيد. فلذلك هو فصل ما فوق الارض وليس ما تحت الارض. مم. من الممكن ان تكون تحركات المقاومين تحت الارض باريحيه اكثر يعني ما عنده اشكاليه مم. بهذه القضيه. بالتالي مم. هنا ماكو منطقه مسيطر عليها الكيان الصهيوني سيطره كامله. نهائيا بكل القطاع بين, بين الشمال والجنوب. ال الجبهه الاسخن حاليا هي هذه الجبهه. الشمالية،, الشماليه بيت لاهيه و انه يدخل من بيت لاهيه ويدخل مم. من هذه المزارع علما دارت معارك في ابراج الكرامه مم. وفي شارع توام هو يحاول ان يربط شارع توام بشارع الكرامه زي. يريد يقسم هذه المنطقه الى مم. عده مربعات احياء مم. ومربعات ويهاجم مربع مربع مم. الاشكاليه اللي تصير عنده هو شنو؟ انت عندك دائما بالعمل العسكري المعلومه الاستخباراتيه تحديد الاهداف زي. بهاي العمليات العسكرية اللي انت عندك غموض بالمعلومة الاستخبارية لازم شو تسوي تدخل أثناء عملية الدخول ماتك راح تتواجه تنطي خسار لكن تتعلم من تتعلم تغير بنق الأهداف يعني كل تقدم يغير بنق الأهداف أقصى مسافة ممكن أن يقدر يوصلها ممكن ان يوصل الى آه زين آه آه معناها الكيان الصهيوني قواته لما يبقى بهذه المنطقه وأكو مقاومه هنا راح تكون حرب استنزاف بالنسبه للكيان الصهيوني الاستمرار اكثر الاستنزاف دائما بالمعارك الاستنزاف هو للطرفين للطرف ما فهم. يكون لطرف واحد لكن الاختلاف هنا شنو انت عندك الدعم المفتوح للكيان الصهيوني مهم. من دول الغرب من الولايات المتحده الامريكيه مع الاعتماد على المجهود الذاتي الاخ في حركه حماس مهم. لذلك هذا الاختلاف انه انت بقضيه الاستنزاف لكن مدى عدد الخسائر الخسائر الاقتصاديه يعني انت احنا نتكلم عن 33 يوم 27 كيان مليار دولار يخسرها الكيان هاي آه يعني انهيار اقتصادي مثل ما الكيان اساسا عنده مشاكل اقتصاديه أصلاً قبل طوفان مشاكل اقتصاديه اثنين اقتصادي اليوم ادخلوا يعني عادوا لاستخدام كونوا وحده كتيبه دبابات جديده اللي هي ميركافا 3 ميركافا 3 مو نوع جديد لا هو نوع قديم متروك بمقابر وزاره الحرب للكيان الصهيوني وكان ناوي يتخلص من عنده رجع اليوم س... رجع, رجع يعني احتاجه للاستخدام لضعف اخطر منطقه حاليا بالكيان يعني بمواجهه الكيان الصهيوني عفوا بغزه بمواجهه الكيان الصهيوني يا منطقة بين كل هذه المناطق خصوصا بالقاطع الشمالي طبعا هو بين كل هذه المناطق التركيز الأكثر حاليا دي يصير هو بيت لاهية وعزبة بيت حانون مه. وعندك يتقدم على أبراج الكرامة يحاول الوصول إلى منطقة الشيخ رضوان مه. هذه المناطق هو من الممكن أن يدخل لها لكن أنت في حرب المدن تختلف عن الحروب النظاميه الجيوش النظاميه دائما بحرب المدن يعني تنطي خسائر كثيره ليش لان اولا نقطه القوه للكيان الصهيوني هو الغطاء الجوي انت بحرب المدن راح تفقد الغطاء الجوي ثانيا الدبابه والاليه عمياء لذلك الدبابه والاليه تستهدف حسب ما تراه ناقشنا وضع القطاع خلينا ننتقل للمستوطنات بالنسبه لسيدرت لاريز لغيرها هذه المستوطنات حاليا امنه بالنسبه للمقاومه الفلسطينيه يا مستوطنات الاكثر حاليا تتعرض للقصف يعني انت اسدروت دائما تتعرض للقصف الان التصعيد اللي حاصل انه المقاومه بدات تستهدف تل ابيب آه. في العمق الاسرائيلي جيد يعني عمق الاراضي المحتله. جميل. انت هذه القضيه شو تبين لك؟ تبين لك انه اللي اعد لخطه الهجوم في طوفان الاقصى قبلها كان يعني يعرف السيناريو القادم ورد فعل الكيان الصهيوني خطة عمليه منظمه اعد خطط مم. دفاعيه زي. مسبقه اذا ننتقل للجنوب من قطاع غزه، الوضع العسكري بهذه المنطقه شنو وضعها حاليا؟ يعني حاليا ماكو عمليات بالجنوب ما عدنا هنا اي عمليات. لكن هو شو يسوي؟ بس اكو عمليات بالنسبه لحزب الله على هذه المنطقه الحدوديه؟ لا المنطقه الحدوديه فوق يعني على يعني الجانب اللبناني هذا الجانب اللبناني أي جنوب لبنان شمال غزه شمال غزه اللي احنا هاي غزه هاي من انا معبر رفح هذا معبر رفح بغزه ايش كان يسوون الكيان الصهيوني؟ دائما يفتح مساحه لان هو شو يريد؟ هو يتوقع انه هنا في داخل قطاع غزه مدينه غزه مدينه غزه اللي تعتبر عاصمه قطاع غزه فهو الكيان الصهيوني يعتبر انه هذا هذه المدينه بما أنها هي العاصمه من الممكن ان تكون قيادات حماس متواجده يحاول يستهدف هاي المنطقه بالتحديد يحاول يستهدف فلذلك يحاول يقطع الاماكن الى مربعات صغيره بعدها يهاجم حتى يسيطر عسكريا لم حتى في حاله الدخول هو لم يحقق اي سيطره عسكريه على اي مدينه في قطاع ولا حتى التدخل البري اللي نسمع عنه بالايام المضت ك ما مره يهدد بها الكيان، مره يسحبها هذه الورقه ولليوم ما شفنا فد نصر عسكري من يعني من دخل, من دخل عنده هو مثلا سلاح الميركافا، الميركافا مزود باربع انظمه تروفو اللي هي تستهدف الصاروخ اول ما ينطلق عليها. فهذه الميركابة ب 30 متر مسافه 30 متر راح تتوقف التروفي، منظومه التروفي ما تعمل من ما تعمل؟ يصيبها عمى فتنضرب. تستهدفها ممكن بصاروخ ياسين 105 مم. فامر جدا طبيعي انه في حرب المدن المركبه تفشل جيد. ادخل مدرعه النمر ميزه مدرعه النمر شنو هذه بها غلاف يعني على الصفيح المعدني هذا الغلاف من اليورانيوم مم. ماده حارقه من تستهدفها يصير احتراق خارجي ما تسبب اضرار بالداخل الأخوة في قطاع غزة على ما يبدو أنهم محصلين على الجورنيت المطور من من روسيا الجورنيت المطور هو اللي يعني طور عن جورنيت 2006 في حزب الله واني سؤالي ما. هنا بالتحديد نوعية السلاح المستخدم هذا نوعية السلاح الجورنيت المطور, المطور بحشوتين الحشوة الأولى تحرق المادة الحارقة بالنسبة لدبابة النمر لمدرعة النمر تحرقها مم. والحشوه الثانيه دخلت بالداخل وانفجرت. جي. فهذه عمليه نوعيه على مدرعه النمر اللي كانت تمتاز مم. اصلا عليها طلب في عده دول. حاليا اكو قصف جوي مستمرين بالكيان الصهيوني بهذه. انا بس أتوضح نقطه واحده انه هم دائما يفتحون من شارع صلاح الدين مم. لمده اربع ساعات حتى يخلون المدنيين يخلون من هذه المنطقه. جي. يرحون للجنوب وهذه يعني مو قضية إنسانية أو شيء آخر حتى نوجه المواطن يعني المتابع على هذه القضية إنه الاستهداف العسكري في القصف الجوي في جنوب القطاع هو يساوي الاستهداف والهجوم البري في شمال القطاع يعني ماكو اختلاف أنت مطلع من جهة الموت إلى جهة الموت بس نقله من هذه المنطقه مجرد نقله حتى هنا تستهدف هناك قصفه يعني تجمعهم أه. بمكان وتقصفهم أه. تقصفهم يعني هو بها هدفين يعني. الهدف الاول مستهدف اعداد من المدنيين والهدف من الثاني مفرغ المكان حتى يقدر مم. يتحرك في عمليات, ساحة عمليات مم. يقول لك ماكو مدنيين مم. ما يصير عليه يعني القصف الجوي مستمر حاليا مم. تدخل بري مثل ما قلنا ما نجح بالكيان نتوقع اكو استمرار راح يبقى لهذه العمليات عمليات القصف ونقل المواطنين بهذه الطريقه بالمناسبه عمليات يعني هذه السياسه راح تبقى مستمره عمليات القصف طبعا هو مستخدمها هذه العمليات هي مو قضيه تمويه لا هو انت بالعمل العسكري لما تريد تدخل الى منطقه بحرب المدن اول شيء لازم تهد المباني العاليه ليش؟ لان هذه المباني العاليه سبب مشكله مش شفنا هذا مه. الاستهداف حتى بسيف القدس ب 2021 نعم لكن اشكاليه العالية. هذه المباني يعني ما يقارب 60 مبنى فوق الست طوابق موجود في غزه. لما يستهدف هاي الستين مبنى دا وقعهم كلهم راح اكوام. الكيان الصهيوني استورد من الولايات المتحده الامريكيه نوع يعني قنبله جي بي يو 72 اللي هي تسقط يعني تحفر مسافه ستة متر بالبناء المسلح وعلى المنطقه الترابيه تحفر مسافه ثلاثين متر. هاي يستخدمها حتى يعني يفجر الانفاق آه. زين. انت اذا اسقطت هذه البنايه اللي فوق الست طوابق واكثر هاي مسلحه مم. كونكريت لما راح توقع شو راح تسوي؟ تسوي ركام من الكونكريت راح تختفي لما الانفاق لما, لما لا هاي راح تكون كفر للانفاق بالضبط راح, راح, احسنت مم. لما راح يطلق على الانفاق اذا حدد اماكنها فمن الممكن انه ما يتجاوز هذه مم. كومه الركام باعتبار انه الركام اسمنت وغيرها احسنت ثانيا كومه الركام شو يصير تصير اماكن مم. للاختبار لتنفيذ العمليات للمقاومه في داخل القطاع بالاضافه الى انه انت لو المباني المهدمه راح المباني تعقد مهد... مهمه الكيان الصهيوني بالتقدم احسنت وبدل ما هي دائما المباني تعقد بسبب الاستهداف لكن مم. بسبب الركام تسويها مزلية. من الممكن وهي ركام ان يستهدفوك من وصارت في عده اماكن خصوصا بابراج الكرامه مم. يعني اكثر من عمليه صارت المقاومه صار. الفلسطينيه حاليا تستخدمها استخدمت هذه جي الطريقه جي اكثر جي من مرة الرغ... اليوم اكو ايضا عرضه المقاومه الاسلاميه مم. حركه حماس عمليات من داخل يعني بنايات مهدمه اذا ننتقل لمعبر رفح مم. يعني هذا المعبر المهم حاليا هذا المعبر اللي تنتقل من عنده مواد الاغاثه الانسانيه لقطاع غزه على قلتها هذه المواد نسبه 120 الى 30 شاحنه باليوم تمر حاليا هذا المعبر يستهدف عسكريا مم. هذا من هو مسؤول عن تامين هذا المعبر؟ هو المسؤول عسكريا المسؤول الحالي الان هو الولايات المتحده الامريكيه عفوا الكيان الصهيوني لان يعني انت لما اجوا حرس الحدود لما غلقوا بوابه المعبر حتى لا يعني غلق وفتح المعبر حتى ليس من قطاع غزه مه. الى مصر، مصر اغلقت المعبر حتى لا مه. تخلي المواطنين من قطاع غزه مه. ينزحون الى سيناء. جيد. الكيان الصهيوني الط نداء اذهبوا الى معبر رفح من راحت الناس معبر رفح استهدفهم فاذا هي, هي قضيه ان افتح الباب او ما فتحه هو أكو, اكو غطاء جوي هو اللي يستهدف الغطاء الجوي هو اللي يحدد هذه المساحات و حتى اوقات فتح هذا المعبر جيد لبنان وحزب الله حاليا مشارك ويضرب اهداف مهمه للكيان الصهيوني بالتحديد بهذه المناطق اهميه هذه الضربات بالنسبه للكيان الصهيوني ايش قد ممكن تاثر الحرب بهذه المناطق على حرب الكيان على قطاع غزه بهذه المنطقه احنا بس للتوضيح يعني انه حزب الله لبنان دخلوا المعركه من يوم 28 جيد يعني حسب كلام السيد حسن الله الله, الله انه قال احنا دخول بعد. مباشر دخول مباشر لكن آلية التعامل أكو آلية التعامل هو قواعد اشتباك أنا عندي قواعد اشتباك مع الكيان الصهيوني يعني ليش؟ لأن أكو ضغوطات بالداخل اللبناني على حزب الله أنه أنت تريد تجر لبنان إلى حرب وهذه الحرب ممكن أن تدمر لبنان واذا دمرت البنى التحتيه في لبنان يحتاج لك 30 مليار حتى تعمر قطاع غزه ولبنان هي لبنان عندها مشاكل اقتصاديه فهم عندهم اساسا احسنت، عندهم اساسا يعني مشكله اقتصاديه فالكلفه لبناء غزه ولبنان في حال دمرت الاثنين انه توصل 30 بس مليار بس هذا مليار. ما منع من انه اكو ضربات نوعيه لا. الـ 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 ماذا كان عمل حزب الله؟ عمل حزب الله حتى لا يستهدف المدنيين في بيروت م. قام بعمليات نوعية وأنطى شهداء يعني راد يوصل فكرة للمواطن اللبناني أنه أنا دا أنطي أبنائي شهداء حتى لا أنقل المعركة للداخل بالداخل اللبنان. اللبناني خليها على الحدود <تصفيق> <تصفيق> شمال <applause> غزة جنوب ضمن ضمن قواعد اشتباك استهدف نقطة يستهدف لي نقطة استهدف مقر يستهدف لي مقر ما تروح على المدنيين مم. قبل ما يقارب ثلاثة أيام أو يومين الكيان الصهيوني استهدف سيارة عجلة في داخل مزارع شبعة مم. راح ضحيتها عائلة مدنية مم. ماذا كان تصريح الكيان الصهيوني مم. أحلنا من قام بالعملية إلى التحقيق ما يريد يرسل رساله يريد يرسل رساله للسيد حسن نصر الله انه احنا باقين في ضمن قواعد الاشتباك اللي ما الخيار العسكري او خيار المواجهه قواعد الاشتباك اكو يعني قواعد الاشتباك اكو نوعين اكو نوع اللي هو هو ما متفق عليه هو يفرض نفسه بالعمل العسكري وكو قواعد اشتباك جيد. يعني مكتوبة جيد انا سؤالي سؤالي انه هذه الضربات والعمليات اللي تصير حاليا هنا مؤثره على عمل الكيان الصهيوني قطاع غزه؟ اكيد اكيد ليش؟ مم. اولا الكيان الصهيوني بعد المباغته في عمليه طوفان الاقصى اول شيء سواه شنو بالجبهه الشماليه؟ اخلى المستوطنات مم. حتى اللي هي محاذيه لجنوب لبنان يتوقع انه يدخلون حزب الله لبنان وياخذون مم. اسرى ايضا فهذا تفكير عسكري هو فكر به انه يسحب المستوطنين المستوطنين لما دخلهم على مسافه اكثر من 5 كيلومتر بالداخل الكيان اشترطوا على الحكومه نحن لا نعود الى المستوطنات الا ان ينتهي حزب الله من المنطقه أوه. يعني احنا ما نريد حزب الله بالمنطقه معناه شنو اكو خوف. خوف العمليات خوف. اللي تنفذها حزب الله لبنان هنا اثرت اثرت بشكل كبير على قوات الكيان الصهيوني مم. لان سحب الويه منا بدل من ان مم. يستفرد بغزه وبقطاع غزه مم. سحب الالويه منا وين حولها؟ حولها الى الشمال. الحدود اللبنانيه فهذا الآ الان يقتصر عمل المقاومه في لبنان هو الاشغال والتثبيت جيد. الا اذا حصل شنو مثلا نقطه تحول جيد. وهذا اغلب حاليا دول محور المقاومه وقوات مم. والفصائل الموجوده بدول محور المقاومه تشارك بهذا الدور مثل ما شفنا اليمن العراق سوريا الكل مشارك لي مثل ما قلت اشغال الكيان الصهيوني عن التاثير على هذا القطاع والاستمرار بعمليات القصف والاباده الجماعيه المناسبه لاهالي غزه استاذ عباس مم. حتى التصريح اللي صرحه السيد حسن نصر الله بانه حتى بارجاتكم عدينا مم. عليها العده فعلا، فعلا. بالمناسبه البارجه عندها قدره دفاعيه هاي القدره الدفاعيه مثلا سقط كم هدف مهاجمها خمسين هدف مم. خلينا نقول 50 هدف ايش قد نسبه دقائق حتى مم. يكتمل التلقيم الثاني بعد الاطلاق الاول مم. يعني روح فد عشر دقائق انا اليوم اذا انت عندك هاي البارجه تستهدف 50 مم. هدف احنا عندنا مبدا عسكري إيه اللي يسموه اغاره الدبابير جيد اغاره الدبابير شنو مم. انا ادري انه تل تستهدف 50 هدف اذا اطلق عليك طائرات مسيره مثلا مم. اطلق 150 طائره وقع 50 100 كلها راح توقع معروفه امكانات اليوم الكيان الصهيوني وامريكا وحتى قوات فهي احد اشكرك الاستاذ الله يحفظك على كل هذه التوضيحات الامنيه والعسكريه اللي وضحت لنا بما قطاع غزه وبخص خارطه فلسطين ومعبر رفح والجنوب اللبناني توضيحات مهمه بالتاكيد فاصل قصير ان شاء الله وبعدها مكملين بباقي فقرات من حول العراق دائما سباق للمشاركه بالحروب اللي يخوضوها العرب، وخصوصا الحرب ضد الكيان الصهيوني، هذا ملعبنا وهاي ساحتنا، والتاريخ يشهد من الـ 73 لليوم، الجيش العراقي، المقاومه العراقيه كلها واقفه بالصد من الكيان الصهيوني، فقره مهمه وتفاصيلها اهم ويعسينا القرعاوي نشوفها وبعدها. في يوم السادس من تشرين الأول عام 1973 كان العرب على موعد مع الحرب الرابعة بمواجهة إسرائيل الجيش المصري والسوري سووا هجوم مفاجئ حتى يستعيدون أرضهم تلتها الصهاينة عام 1967 كانت بهاي الحرب المشاركة العراقية هي الأبرز لجانب مصر وسوريا طارت طائرات الهوكر هنتر العراقية بالضربة الجوية الأولى للحرب من الجبهة المصرية بعدين وجهت ضربة برية وجوية كبيرة جدا لجانب الجبهة السورية قدم العراق بهاي الحرب أكثر من 323 شهيد من نابدة تاريخ الصراع العراقي الإسرائيلي واللي مر بهواي حوادث صارت بالفترة السابقة ومنها قصف إسرائيل لمقرات الحشد الشعبي بالقائم بشهر 12 سنة 2019 وادت الضربه لاستشهاد عدد من مقاتلي الحشد الشعبي وبعدها ضرب موقع فرقه الامام علي بالنجف الاشرف سنه 2021 بشهر السابع رئيس الوزراء العراقي الاسبق عادل عبد المهدي بتصريحات متلفزه بتاريخ 30 ايلول عام 2019 اكد ان اسرائيل ورا الهجمات على مواقع الحشد الشعبي وردا على المجازر اللي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين في فلسطين وردا على المجازر اللي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من اطفال ونساء وشيوخ قصفت المقاومه الاسلاميه العراقيه الجمعه الفاتت الى جنوب فلسطين المحتله فالموضوع وبس دفاع عن فلسطين وقضيتها اللي تعتبر قضية كل عربي ومسلم وإنما الكيان الصهيوني وهمجيته ووحشيته تهدد المنطقه كلها، وتصدي المقاومه هو دفاع عن احرار العالم وحقوقهم المسلوكه. الدم الطاهر للشعب الفلسطيني وغزه العزه راح يكمل المشوار ويحقق الانتصار ويصير عندنا يوم التحرير الاكبر لفلسطين. وترجع فلسطين القديمة بجغرافيتها الحلوة ولما أهلها وناسها الطيبين اللي من زمان نسمع عنهم ونشوف تفاصيلهم وحياتهم وترجع فلسطين حرة أبية عربية من النهر إلى البحر ومن إيلات إلى الناقورة أشوفكم الخميس الجاي في أمان الله